27 من محرم الموافق 1406 هجرية في حسينية العباسية، ومع الشيخ أحمد الوائلي. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الآية الكريمة يعتبرها الفقهاء من آيات الأحكام، يعني الآيات اللي أكو بها تكاليف للعباد. في نفس الوقت الآية الكريمة تنطوي على بحوث تتصل من قريب أو من بعيد بالموضوع، ولكن بها جوانب اجتماعية. نحاول قدر الإمكان لتشع المجال من البحث إن شاء الله في الآية. أول سؤال يرد أن الآية الكريمة جاي تخاطب المسلمين بأنهم إذا دخلوا إلى الصلاة كون يدخلون إلها بساتر. سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن الإنسان لما يريد يصلي لازم يكون ستر كامل، الستر اللي يريد الشارع المقدس لازم يتوفر، لأن يعتبروه شرط في صحة الصلاة. زين، فإذا كان الآية جاي تطالب المسلمين بأن يدخلون إلى الصلاة وهم على ستر، زين، شنو علاقة يا بني آدم؟ لازم يقول يا أيها الذين آمنوا. ليش يا بني آدم؟ تفتت؟ كأنه وجه الإشكال شنو؟ وجه الإشكال أن الآدمي غير المسلم هذا بعده مو مسلم حتى نكلفه بالصلاة، لازم بالأول يسلم ومن بعد ما يسلم يكلف بالصلاة وبأحكام الصلاة. هذا السائل هنا بني آدم بيهم غير المسلم، هذا غير المسلم كيف نكلفه؟ هاي المسألة من المسائل اللي أكو نزاع بيها بين فقهاء المسلمين، أن الكفار هل هم مكلفون بالفروع أم لا؟ يعني هذا الكافر الآن الموجود غير المسلم يخاطب مكلف بالفرع يولا بالأول لازم يكلف بالإسلام وبعد ذلك يكلف بالفرع. عند الإمامية لا، الكفار مكلفون بالفروع. عند غير الإمامية يقولون لا، الكافر أولا يجب أن يسلم ثم يكلف بالفرع. نقول ماك فرق، ماك فرق، لما كان الفرع جزء من الإسلام تكليف بالفرع الواقع تكليف بالإسلام فما بي إشكال. إذن لما الآية تقول يا بني آدم تريد تشعر الناس بأن هذا التكليف ما يخص المسلمين، بتعبير آخر القرآن الكريم يريد يعطي الصلاة بعد عام، يريد يقول أن الصلاة وسيلة تهذيبية فرضها الله عز وجل لتهذيب العباد.
لأن إحنا عندنا اللي أريد نبني المجتمع، منين يجب أن ننطلق في بناء المجتمع؟ يعني أنا أفرض عندي مجتمع أريد أبنيه، شلون أبني؟ يعني أريد أجعله مجتمع أخلاقه سليمة، عقائده سليمة، اقتصاده سليم، سلوكه سليم، منين أبدأ؟ يعني المجتمع خو شنو هو؟ لما أقول المجتمع، المجتمع شنو يعني؟ المجتمع فرد زائدا فرد زائدا فرد زائدا فرد يصير مجتمع، تمام؟ المجتمع مجموعة أفراد. هسه هل دي بعض الناس يتعلل يقول الدنيا فسدت أنا شلح المجتمع كله فسد؟ من هو المجتمع؟ هو المجتمع أنت وأنا وفلان، هذا المجتمع. إحنا فسدنا، ليش تقول المجتمع فسد؟ خلي كل واحد يصلح روح المجتمع كله يصير صالح. تفتت؟ إذن هاي خدعة. أحيانا الإنسان يريد يتخلص من التبعة، يشيلها من عاتقه يذبها على عاتق المجتمع. شو أسوي؟ ما مو بيدي، تيار أخذني، المجتمع أخذني. لا، هاي محاولة مكشوفة بها خداع، وأن المجتمع متكون من أفراد. فأنا لما أريد أبني المجتمع أبني الفرد، إذا بنيت الفرد بنيت المجتمع. القرآن الكريم جاي يحاول بالصلاة أن يبني الفرد، يصوغ الفرد. الصلاة وسيلة لبناء الفرد. شلون وسيلة لبناءه؟ لأنه أنت الإنسان إذا ما تبني عقائديا يظل مجرد هيكل ما إلى طعمه. إذا ما تبني بناء عقائدي الإنسان، الإنسان إذا ما تعبئ عقائديا للاقتصاد ما يصير منتج، إذا ما تعبئ عقائديا للأخلاق ما يصير عنده قيم وأخلاق. الإنسان إنما تهذبه يا الله تقدر تأخذ منه خير. إذا تريد الفرد يصير طيب ومواطن صالح يحسن إلى الناس، وبنفس الوقت ما يضر مجتمعه، وبنفس الوقت منتج في كل الأبعاد، ابنيه. إذا بنيته وصلحته صلحت المجتمع كله. الصلاة إذن الله عز وجل يريد ينطي الصلاة بعد إنساني، يريد يقول كل فرد من عندكم إنما تبني الصلاة الصحيحة هي اللي تبني. إذا صلى صلاة صحيحة بنته الصلاة. أما لا والله، أكو بعض الناس الصلاة عنده مثل الضريبة، يطيها ومو مؤمن بيها. نبه لي، مو أكو فرق. أكو واحد يطي الضريبة مؤمن، يقول لك هاي الضريبة أطيها بصورة مباشرة باشر ترجع علي بصورة غير مباشرة. أنا أطيها منها رأسا باشر تصير عندي دواء أروح أتعالج بي، مدرسة أتعلم أبنائي، واحد ينظف لي الشارع، واحد يحمي حدودي. لما يطي الضريبة يطيها عن طيب قلب. واحد لا والله يطي الضريبة هو يعرف أنها خاوة، يعطيها غصبا عليه، مو مؤمن بها. فرق. أكو الصلاة من هالنوع، واحد يصلي صلاة وهو يعتقد أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة يعيشها صلاة صحيحة، تربيه، تهذبه، تهذب مشاعره، تنظف أخلاقه، لسانه، تجعله مسلم قبل ما ينطق بالكلمة يعرف مسؤولية الكلمة. لأن المسلم المفروض بأن الناس تسلم من إيده ولسانه. فالصلاة إذن محاولة لبناء الفرد وحدة. هذا أول بحث. البحث الثاني، نقول القرآن الكريم لما يقول يا بني آدم، طبعا جاي خاطبنا إحنا، إحنا كلنا بنو آدم، زين؟ معناه أنا من يقول أتصل لي يعني مباشرة لآدم، أنا مو رأسا متصل بآدم، يعني مو مباشرة أنا ابن آدم، لا، بيني وبين آدم إيش كثر؟ ملايين بيني وبين آدم. إذن أولاد الولد وإن نزلوا، ابن بنتك أو ابن ابنك يسمى ابنك. أعرف تفتت شنو؟ شنو القصد من هذا اللي أرد أقوله؟ أرد أقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. التفت شوية زين، لأن أنا إذا بيني وبين آدم مليونين 3 ملايين واحد، مع ذلك القرآن يعتبرني ابن آدم. الحسين ابن رسول الله رأسا، ما بينه وبين غير فاطمة، مع ذلك مو ابنه. إيش معنى؟ دول اللي يتحذلق ويعوج حلقة ويصور نفسه
يشتشكل شلون نسمي الحسن والحسين اولاد رسول الله والحال اولاد بنت ذولا؟ ها كيف نسميهم اولاده؟ قول يا اخي انت ما فاهم، انت مو ابن اللغه، انت مو ابن هال، انت لو فاهم الحضاره اللي تنتمي الها، اللغه اللي تنتمي الها، لا تفهم اداب القران، افهم كلام القران، محاورات اهل اللغه، محاورات العلماء، حتى تقدر تفهم ان ابن الابن وان نزل وابن البنت وان نزل هو ولد. ولذلك انت الان لو فرضنا، لو قدر لك ان تعيش مثلا اجيال، ابن بنتك مهما ينزل وبنت بنتك ما تقدر تتزوج بنت بنتك انت ابدا، لانه داخله في صلبك ما ممكن. فهاي بنتك على كل حال ابنها ابنك، وابن ابنك ابنك، لان القران الكريم يعبر عنا يا بني ادم. وانا استغرب شلون فاتت هذه على الحاذق العبقري هذا من علماء الاماميه الواقع يحيى ابن يعمر من فقهاء الاماميه الرائعين، بس هو استدل طلع منها الرجل، لكن طلع منها باسلوب شوي بعيد، لان لما دخل على الحجاج وسال الحجاج طببوه على الحجاج مكبليه بسبعين رطل من الحديد على سبب شنو؟ يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. تعال شلون تقول الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له مو انا اللي اقول، القران يقول. قال له اي لا تجيب لي، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، هاي انا اعرفها قبلك. قال له لا انا ما اجيب لك، اقرا ومن ذريته داود وسليمان الى ان بلغ الى قوله وعيسى. قال القرآن الكريم اجعل عيسى من ذرية إبراهيم الخليل، والحال عيسى ما عنده أبو، انولد من أم. قال له طب بصلب إبراهيم من ناحية أمه مريم. قال له ايش كثر بينه وبين إبراهيم؟ قال له ظهور. قال له مع ذلك سمى القرآن ابنه من ذريته، وأنت تستكثر أن نسمي الحسن من ذرية رسول الله. الحقيقة أن الرجل ما أدري كيف فاتته، يعني أدلة كثيرة موجودة بالقرآن تثبت بنوة الحسن والحسين للنبي صلى الله عليه وآله، وأبسطها هل هالعبارات الموجودة بالقرآن، يا بني آدم يا بني آدم، في مختلف الآيات. طبعا المخاطبين اللي راحوا واللي موجودين واللي يولدون بعد هذا أيضا مخاطبين، لأنهم هم ضمنا في أصلابنا، نبه لي. فوجود الحي مع الميت لا ما يجعل الخطاب قبيح. على كل ما أريد أدخل شوية بمتاهات، بس اللي أريد أقول أن الآية يستدل منها على أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. على أني ألفت نظرك لنقطة أهم شوية، ترى إحنا مو هالقد حريصين أن نعتبر الحسن والحسين ولد رسول الله من ناحية الدم، لا لا، لأن أنا ذكرت لك قبل ليلتين قلت لك مو مشكلة أن واحد ينتمي للنبي من ناحية الدم، ويا ناس يدعون الانتماء للنبي من ناحية الدم، لكن النبي بريء منهم، ها؟ موجودين بالمئات. زين، الواقع مو مسألة دم، هي مو مسألة دم، مسألة فكر. البنوة احنا اللي نريدها للحسن والحسين، ما هل قد حريصين على ان الحسن والحسين ابن النبي من ناحية دموية؟ لا، ويا اكو ينتمون الى النبي من الناحية الدموية، لكن الحسن والحسين النموذج الممثل للنبي بكل خصائص النبي الفكرية والأخلاقية وخصائص الشخصية، مقومات الشخصية. زين، فالآية تقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هنا نقطة ثالثة شوية، الآية ليش نزلت؟ كأنه لما إجا الإسلام طبعا لقى الكعبة يحج إليها، الكعبة العرب تجي تحج إلى الكعبة، بس لما يجون للكعبة على أي هيئة؟ هذا الإنسان إذا ما عنده دين، يعني إذا ما عنده عقيدة يتمسك بها، ما عنده نظام شريعة يتمسك به، شي يظل؟ يظل عرضة للخرافات. أنت شوف الآن الشعوب اللي ما عندها عقيدة تعيش عيشة بدائية، يعني تتحكم بها الخرافات، الطواطم وما الطواطم والدجالين والمشعوذين، هذول يطيحون برقاب الناس ويجون الى الناس يوجهون توجيه اعوج. لكن اللي عنده دين لا، يمشي على الجاده،
تمشي على الطريق، يعني متمسك بتعاليم الدين. اكو عنده وصفه جاهزه موجوده. زين، خلي نجي. العرب قبل الاسلام كانوا اذا ارادوا يطوفون بالكعبه شو يسوون؟ يقولون هاي الكعبه بيت شريف، بيت الله، واحنا نريد نحج الى الكعبه. لما نحج هاي ثيابنا اللي لابسيها، اولا انا لابس ثوبي وكذبت، ولابس ثوبي وارتكبت محرم، ولابس ثوبي واستغابيت واحد، معناه هالثوب اللي لابسه انا لابسه في ظرف المعصيه، عليه هذا ملوث، الثوب ثوب ملوث هذا. فشلون للتخلص؟ شنو قول التخلص؟ احصن هالثوب هذا اخلعه، افوت عريان اطوف بالكعبه. زين، ايش سولت لهم انفسهم؟ يعني تصوروا ان هذا معنى يتقربون بي الى الله، ان هالثوب انا في ظروف معصيه لابسه، وما مو مناسب اني اواجه الله عز وجل وانا ببيت الله وجاي اطوف وانا لابس ثوب في ظرف معصيه. طيب قل له انت اخوهم لابس جسمك في ظرف معصيه، جا تخلع جسمك في تسوي له يعني شلون؟ هم لابس مشاعرك في ظرف معصيه، تخلع مشاعرك. هي الامور، الدين ما اجى الشكل، ما اجى عسر، الدين اجى يسر. تمام، نهانا عن ممارسه العباده فيما نعلم انه غصب، اذا غصب متحقق او لا منهي عنا بالشريعه انخلعه في حال النهي، اما اذا لا، ثوب انا ظاهرا ما اخذه من الحلال، ثوب ما اخذه من الحلال، تعبان مكتشف اشتريت لي ثوب لبسته خلاص، الى هنا الشريعه اكثر من هذا ما تكلفني، تكلفني اني اخذ من حلال. طيب اذا هذول كانوا يخلعون الثوب، هاي من ناحيه، من ناحيه الطعام الطيب ما كانوا ياكلوه. ليش؟ لان بنائهم ان الطعام الطيب اذا اكلوه يعني توسعوا وتبحبحوا، والعبادة يريد لها لون من الخشونة أو لون من تطهير النفس، تطهير النفس بتعذيبها بإيلامها. تلاحظ هاي ترى النزعة موجودة عند الشعوب، علماء الاجتماع يدرسون شرائح اجتماعية معينة، لما تجي لها الشرائح الاجتماعية تلقاها بالنسبة إلى دينها غالبا يقولون أن لازم نعذب أنفسنا حتى نطهرها من الإثم. الإسلام شن حرب شعواء على هذا، أن تعذيب النفس، إيلام النفس، الامتناع عن المباحات، من يقول هذا عبادة؟ أولا أنت مو شغلك أنت تخصص العبادة، الإنسان عليه يمتثل، العبادة أمر توقيفي يجي من الله، ما من حقك أنت تجي تقول هذا عبادة، هذا أتقرب بي إلى الله. إذا الله عز وجل ما يقول لك هذا يتقرب بي لا تدن لي، إذا يقول لك هذا تقرب بي دن لي. أما أنت تتصور أن هذا قرب، لا لا، العبادة أمر توقيفي مو بكيفك. يعني مثلا يجي واحد، خلنا أضرب لك مثلا، يجي واحد يقول والله الله فرض الصوم وحتى الناس تتقرب، يعني أنا بدال ما أصوم من الصبح للمغرب لا أطبق ليلتين أصوم شوي، لا هذا مو شغلك، لأن أنت ما تعرف جسمك شو يتحمل، ما تعرف الله عز وجل عندما فرض عليك الصوم 12 ساعة مثلا أو 14 ساعة، هو خالقك يعرف قابلياتك شنو، ملكاتك شنو اللي يضرك واللي ينفعك، أنت ما من حقك تجي. نعم، لا ما من حقك. مثلا يصل الأمر واحد يقول الله عز وجل شرع الصدقات بها خير للمجتمع، أنا أجي أنفق جميع أموالي في سبيل الله. النبي يقول للواحد لا، انت لما تنفق جميع اموالك كلها وتخلي اولادك مجموعه يستجدون الناس ما سويت شيء، لا، اكو الله عز وجل امرك بالانفاق في اصول معقوله، اتبع الاصول. اذا العباده امر توقيفي. القران الكريم لما اجى النبي شاف العرب هالشكل يسوون، يطوفون عراد، يخلون النهار للرجال والليل يخلوا للنساء، ايضا يطفن عراد، نبه لي. فالمسلمين لما اجوا، مسلمين طبعا اولاد من؟ اولاد ذولا، اولاد ذولا واسلموا، قالوا ليش ذولا يغلبونا بالخير؟ ليش ما احنا نغلبهم؟
ذولا يشبقوننا بالعمل الطيب؟ لا، احنا نشبقهم، فافضل شيء احنا نطوف بالكعبة عراة، ما زال هذا بي قربة الى الله. نزلت الآية تنهاهم، كلهم لا، هذا لا يجوز. قالت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. زين، الزينة شنو المقصود بها هنا؟ نبه لعيوني، هاي إنما سلكها الفقهاء هالآية، إنما سلكوها بالفقه العبادي، لأن قالوا هاي الآية تدل على وجوب الستر، أن الإنسان من يدخل إلى الصلاة يكون على ستر، الرجل والمرأة. الرجل شنو اللي يجب عليه؟ يقولون يجب عليه ستر القبل والدبر. طيب، ويستحب إلى من الركبة إلى السرة، استحباب في الحالات الاعتيادية، أما إذا باقي جسمه بعد أفضل. زين، المرأة لا، في حال الصلاة، المرأة في حال الصلاة جسمها يجب ستره بأجمعه باستثناء الوجه والكفين، وبعض الروايات تستثني القدمين، ظاهر القدمين. زين، وإلا الأكثر يقتصرون على الوجه والكفين. زين، هاي وين؟ بالصلاة. خارج الصلاة أيضا كذلك. ليش المرأة خارج الصلاة كذلك؟ الحقيقة أنا اليوم إجتني عدة رسائل، يقول لي شيخنا آخر إحنا ما جا نعرف، هسا أنتو مثلا تلقى ناس مؤمنين قاعدين تحت منبرك، ونساء مؤمنات ومؤمنة وقاصدة تسمع التعزية، ومع ذلك سترها مو شي، يعني ظاهر عنقها، ظاهر صدرها، أحيانا وجهها وجزء من أجزاء جسمها يطلع. ليش؟ آخر دول المفروض بهم مؤمنين، والمؤمن وجاي قاصد يستمع إلى آداب أهل البيت وأخلاق الإسلام، لازم يكون متأدب بآداب الإسلام. صحيح، إشكال وارد هذا. يعني إحنا نحرص، الحقيقة نحرص على أن المرأة المسلمة تكون طاهرة المشاعر، طيبة المشاعر، لأن نريد جيل طيب. الجيل الطيب ما نقدر نطلعه إلا من الحضن الطيب، إلا من المشاعر الطاهرة. المرأة الواقع إن أبدت زينتها هذا مدعاة إلى الشيطان، يعني بلا شك مدعاة إلى حمل الآخرين على النظر إليها، بنفس الوقت هي أيضا تفقد كثير من عفتها وطهارتها بهذا المعنى. إذن ليش تعرض المرأة المسلمة نفسها إلى عقاب الله عز وجل، وعقاب عقاب شديد، وتتحمل مسؤولية جيل، لأنه الولد إذا نشأ في حجر من هالنوع يصبح متساهل أيضا في موضوع الستر. هسا إحنا دنلتقي يعني بفلسفات، هاي الفلسفات تقول لنا أن الحياة ما تصير حياة متقدمة إذا ما تصيرون أنتم متقدمين، وسبب من أسباب التقدم تحرير المرأة. زين، حرروها للمرأة، تسمع أصوات منكرة مروعة تصيح حرروا المرأة، ما أدري هذا شو يقصد من تحرير المرأة. يا أخي أنت بدل هالأصوات المشبوهة، يا ريتك تجيب لنا الجوانب المجدية بالنسبة للمرأة. أنت خليلي العلم منتشر عند المرأة، لا تعيش بخرافات، خلي لياها القيم عندها سائدة، لا تربي ابنها تربية كلها عقد، خلي لياها منفتحا انفتاح علمي طاهر. أما أنت ما تعرف إلا تطلع لياها دمية مصبغة وهي، لا يا أخي، لا لا، الواقع إذا تريد تصوغها صياغة علمية أخلاقية، بنفس الوقت الدين ما يمنعها من عمل يكرمها أو من خصلة ترفع مستواها، الدين ما يريد يجعلها مجرد معرض تشبع منها الغريزة وتقذف قشقط المتاع، وإذا عبر عنها يعبر عنها أجلك الله. زين، لا يا سيدي أرجوك، هذا أي محاولة مكشوفة بأنها محاولة مشبوهة.
المرأة الواقع زينتها سترها. يسأل النبي صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة، يقولها بني أي شيء خير للمرأة؟ تقول خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. والحقيقة يعني مسألة مو معناه هذا كما نسميه إحنا تزمت أو تحجر، لا لا لا، بس هذا حرص على إبقاء المرأة وعاء نظيف، على إبقاء المرأة حجر يربي الجيل الطاهر. خلينا نرجع للستر. الستر إذن بالصلاة بالنسبة للمرأة كل جسمها باستثناء الكفين والوجه، وقلت لك روايات أخرى تستثني القدمين، يعني الظاهر مع القدمين. بالنسبة للرجل لا، الحقيقة جسمه يعني العورتين فقط، ستر العورتين. لو فرضنا ما عنده ستر الرجل شي يسوي؟ يصلي؟ افرض واحد ما عنده ستر، يقول اذا ما يم احد يشوفه يوقف يصلي، ما تسقط عنا الصلاة بحال. اذا لا والله يم احد يشوفه يصلي وهو جالس، واذا هو جالس ايضا تبدو عورته يصلي وهو يومئ ايماء، ما تسقط عنا الصلاة بحال من الاحوال ابدا، بس قدر الامكان تراعى الحالات. الى ناحية اخرى، هذا الساتر اللي لبس الإنسان عند الصلاة شنو هو؟ أولا يجب أن يكون طاهر، طاهر بالأصالة وطاهر بالعرض. طاهر بالأصالة مثل إيش؟ يعني مثلا جلد. الآن أكو نوع من الألبسة من الجلود يلبسها، أو شتاء يلبس لفروة، هذا الجلد يجب أن يحرز أن جلد مأكول اللحم وأن مو ميته مذكى. الحقيقة المذاهب الإسلامية مختلفين جدا في موضوع الدباغة، هذا الجلد لما يدبغوه ميته زين، هاي لما تموت يأخذون جلدها يدبغوه، إذا دبغ يطهر بالدباغة أم لا؟ اختلاف عند المذاهب الإسلامية، حتى عندنا داخل الفقهاء الإمامية الأغلب المشهور عندهم أن جلد الميتة ما يطهر بالدباغة، لكن أكو آراء عندهم أنها يطهر بالدباغة موجودة زين. وإلى جانب هذا فقهاء المذاهب الإسلامية هكذا ويستدلون بيش، أكو عندنا آراء سبع آراء ما أريد أستعرضها، بس أستعرض لك أبرز الآراء. رأي يقول أن جلد الميتة ما يطهر نهائيا، ورأي يقول لا يطهر جلد كل ميتة بالدباغة إلا الكلب والخنزير، ورأي يقول لا حتى الكلب والخنزير. نبه لي زين، عند بعض المذاهب الإسلامية يعتبر الجلد إذا دبغ طاهر. طبعا هذه أقوال بعيدة عن روح الآية، يستدلون بحادثة هاي اللي أقول لك أن بعض الناس يحط نفسه مو بمكانه. سأدلل لك شلون. يقولون النبي مر صلى الله عليه وآله يوم من الأيام، هذا واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه علي بن المغيرة من أصحابه، يقول له سيدي أنا إذا عندي جلد ميتة ودبغت يطهر؟ قال له الإمام لا. قال له يقولون أن النبي مر يوم من الأيام أكو شات، لقى شخلة أو شات ميتة مذبوبة قدام باب البيت، فقال النبي ما ضر أهلها، ما ضر أهلها إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بجلدها. ذولا ليش خوشة ما انتفعوا بلحمها؟ ليش جلدها يخلوا يضيع عليهم؟ كان يدبغوه مثلا؟ قال الإمام لا، هذه كانت إلى سودة بنت جمعة زوجة النبي وتوفت. يعني شلون توفت؟ يعني خلوها تموت قدام عينهم ما ذبحوها، لأنها ضعيفة مهزولة هينة عليهم ما ذبحوها. قال النبي ما يخالف لو كانت ضعيفة مهزولة، ما يستفيدون بلحمها، يستفيدون بجلدها، وإلا مو ميتة. لا بتنبه لي بعدين أكو فرق، هاي كانت ميتة مو ميتة. التفت هالنقطة اللي أدنا بهك إلها، شنو الفرق بين الميت الميت والمات؟ وياكو فرق. متى تسمع قول الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء؟ أكو فرق بين الميت والميت. الميت الإنسان العدل إحنا نسميه ميت، شلون نسميه ميت؟ تمو تقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت
وإنهم ميتون. شنو المقصود؟ هذا اللي يسميه كارل ماركس يسميه ديالكتيك، يعني الصيرورة، النتيجة اللي ينتهي إلها، يعني اللي فعلا هو حي هو يحمي النواة الميت. شلون يعني يحمي النواة الميت؟ هسه دجاجة بيضة، أنا هاي البيضة أسميها دجاجة. كيف أسميها دجاجة؟ لأن البيضة لما تحضن تتحول إلى دجاجة، تصير دجاجة، فهي دجاجة بالقوة مو بالفعل. هاي قسم من أقسام الحركة يسموها الانتقال من الفعل إلى القوة. فالإنسان الآن عدل تمام، لكن أنا وأنت إحنا أموات موت، يعني لأن نتيجتنا موت، يعني كم سنة ويطلع من الدنيا غير شنو. فلما القرآن الكريم يقول للنبي إنك ميت، هو بالفعل حي مو ميت، لكن يريد يقول له أن النتيجة راح تموت أنت، النتيجة ها أنت صائر إلى الموت، بعكس الميتة. الميتة الميت بالفعل، نبه لي، الميت بالفعل يعني بعد أن خروج الروح من عنده يسمى ميتة، لكن الميت غير الميت فرق أكو. فهاي اللي مر عليها النبي كانت شات ميتة، اتنبه مو ميتة، ميتة، ومعنى هذا أن خلوها إلى أن ماتت هم، مو أخذوا يأخذون جلدها من بعد ما ماتت، لا لا، النبي قال هذه وهي ميتة قبل أن تموت. نعم هاي الميتة اللي منتهية إلى الموت كان يمكنكم إذا ما تنتفعون بلحمها لأنها ضعيفة تنتفعون بجلدها، تأخذون جلدها الدبغور. إذن الجلد لازم يكون من مأكول اللحم وحدة أو ومو ميت، يعني مو يعني مو ميت العفو، لازم يكون مذكى، يعني يا الله يلبس أي وحدة بعد ألا يكون ذهب، لا يكون تلبس شيء ذهب، يعني بحيث يقال أن لابسه، لأن الذهب بالصلاة مبطل للصلاة. أكو كثير من شبابنا يصلي ولابس محبس ذهب، ما يجوز، يبطلها للصلاة. أولا هو لبسه حرام، هسه ليش تقول لي حرام؟ أنا أتخطر أكثر من مرة هنا استعرضت لك قلت لك ترى بعض المعادن إلها تأثير على الجسم، ما أدري إن شاء الله عز وجل عندما حرمه ليش حرمه على الرجل وأباح للمرأة، يظهر أكو خواص، وهي تدلل على أن جسم المرأة غير جسم الرجل، بخواص تختلف عن خواص الرجل. وإلا ليش الله عز وجل يبيح لبس الذهب للمرأة وما يبيح على الرجل؟ مو قوترة، هذا الفعل فعل الله، الله رب الحكمة خالق الحكمة، ما يمكن يصدر حكم هذا الحكم إذا إحنا ما فهمنا معناه، العلم بعد مدة يكشف لنا معناه. إذن لبس الذهب أثناء الصلاة طبعا مبطل للصلاة، بعد ألا يكون مغصوب الثوب. زين لو قدر أن عنده فلوس، ما عنده يعني ما عنده ستر بس عنده كم دينار مثلا، هذا الدينار يو يشتري بيه ما يتوضى بيه، يو يشتري بيه ستر، شو يسوي في الحالة؟ يقولون لا، يقدم ثمن الساتر على ثمن الماء، لأن الماء إلى بدل، يعني يشتري بيه ثوب لبسه والماء بدل الماء يتيمم، زين يتيمم ويصلي. طيب هذا الساتر، القرآن بعضهم الآية يحملها على هالمعنى، يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا رأي، شيء قابل لهالرأي، يقابل رأي آخر يقول لا مو هذا المقصود، المقصود تمام الإنسان لابد يستر بالصلاة يستر، لكن كون لما يطلع لصلاة الجمعة أو يطب للمسجد يصلي مع المسلمين كون يلبس أطهر ثيابه ويزين زينة جيدة. شلون؟ لأن هو رايح يقابل الله عز وجل، لا يطب للمسجد ورجليه على تعبيرنا مقرقفة، مو الشكل كل وسخ وجاي لله ما أعرف لا طهارة لا نظافة، جاي قاذورة يقف بين يدي الله. النبي كان يطب إلى المسجد وميض المسك يلمع بين مفارقه وقد رجل شعره وثوب نظيف غاية النظافة، زين، وشاف لفد يوم واحد طب للمسجد وذبل نخامة، قح وذبل نخامة،
قال النبي: إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلد من النار. شلون الجلدة تكش من النار لما تدنيها من النار؟ يقول هكذا المسجد ينزوي من النخامة. هذا موضع عام مال عبادة، طب إله ويكون مشاعرك نظيفة، وبنفس الوقت ملابسك نظيفة وانت طاهر. انا اذا اطب للمسجد والله ما يعنيني، ما عندي فرق اني انا عندما ادخل الى المسجد بصفي واحد متشتف وواحد ممدد ايديه، ما يعنيني ابدا، لان هذا تابع فقيه ماله، تابع امامه، تابع دليله، حسب دليله شنو عنده انا مسلم. نعم يهمني شيء واحد، اذا انا متوجه للقبله وهو بعكس القبله، اي غلط، اقول له تعال هذا غلط، احنا لازم نوجه وجوهنا للقبله. اما انا هذا متكتف وانا مش بال... ما بها اي باس. زين هذا يسجد على وساد، على فراش، وانا اسجد على ارض، انا الدليل وياي وهو عنده دليل، هو عنده امامه يقول له جائز وانا امامي يقول لي ما يجوز لك الا ان تسجد. لو كان شويه اكو عند المسلمين سعه صدر يتركون هالتشنجات، ها ماكو داعي واحد لما يشوف لواحد يصلي اذا غايرك بالراي صار في نظرك شيء اخر. لا يا اخي، لا لا، روح الاسلام ترى تأبى هذا، الاسلام اكبر من امور انا وانت ناخذها عن طريق فقهائنا. الفقيه كلف الفقيه يفهم الدليل، لا تجي انت تزج نفسك في مكان مو مكانك انت ابدا. لا تتسرع تكفر لك مسلم لمجرد ان المسلم يسجد على ما لا تسجد عليه، بس هو جاي يسجد لله ومتجه لله، هذا لو كان غير مسلم ما يسويها. فاذا افق الاسلام هواية اوسع واكبر واكبر بكثير. زين هسا الفت نظرك، ترى اكو عند بعض المذاهب الاسلاميه من يذهب الى انه يجوز كما قلت لك حتى جلد الكلب والخنزير غير المدبوغ، حتى مو بدون دبغ، يقول يجوز بهن الصلاه. وطبعا احنا ما نقبلها للراي الناقشه، لكن ما عندما اريد الناقشه ما الناقشه بتشنج، لا 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 ابدا، نقول له دليلك مو ناهض، انت عندك دليل لكن دليلك مو ناهض، معتمد على روايه، الرواية ضعيفة إما من ناحية الدلالة أو من ناحية السند، بس هذا هو. طيب خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني اللباس الجيد لما تقف بين يدي الله، بس هنا يعني لا مو بس هاي. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. إذا الله طاني نعمة وطاني أموال، هاي الأموال يريدها أصرفها، يعني يكون لابس لي ثوب محترم، اكل لي طعام محترم، اقعد لي ببيت محترم، الله رزقني اموال، الاموال كون يعني اخدم بها المن نفسي، كون اوسع بها على عيالي، ما المفروض ان الاموال ما يظهر اثرها علي. فاليوم الامام الرضا سلام الله عليه، الامام الرضا كان جالس وعليه ثياب رقيقة ثمينة، وطبوا عليه جماعة من الصوفية، هذول كل عصر بي موديل، ترى ما يخلو كل عصر يطلع بي فد موديل معين، فد الموديل هذا مجموعة من هالنوع ذولا استوى لقف له أربع كلمات وخلص، يعني صار فقيه، قام يأمر بمعروف عن المنكر. طبوا على الامام، واحد التفت له: شو ما عندكم نيه هذا نتفكوا لكم في المحل بين الشبابيك؟ لا وحابسين روحكم. ايه جزاك الله، بد وحده هاي وراك. هذول دخلوا على الامام، شافوا عليه ملابس رقيقه، تقدم له واحد منهم قال له: ابوك كان يلبس الخشن ويأكل الجشن ويركب الحمار ويعود المريض، التعليق ثياب كأنها غرق البيض. شنو؟ شكت الإمام على كل حال إلى أن خلص، قال له: خلصت؟ كان متكئ استوى جالس. قال له: أنت قارئ التاريخ؟ قال له: إيه. قال له: سامع أن
نبي الله يوسف عليه السلام كان نبي وابن نبي، كان يجلس على متكئات، يعني على متكئات من الديباج، ويلبس مزررات، نعم، بأزرار ثمينة. إنما يراد من الإمام قسط وعدل. لا تحشرون أنفسكم في أشياء ما تفهموها. الإمام مطلوب منا أن يكون قاسط عادل، بس شي يلبس ما لك علاقة به أنت. شوف سيرته، تلاقي تتحكم بلباسه ما لك علاقة بلباسه، طعامه ولباسه هذا شيء شخصي خصه، لا تقحم نفسك به. إنما يراد من الإمام قسط وعدل. مو القرآن، أنت مو تقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل خلق طيبات، المن طيبات أراد للناس يتمتعون بها، والناس والطيبين حرام عليهم. ها ليه؟ ثوب محترم تمام، لا يوصل الثوب إلى حد الشرف. إيه صحيح، يجي واحد مثلا من الخلفاء، خلفاء العباسيين، يقولهم سووا لي تابوت من العقيق من أموت، سووا له تابوت من العقيق، قطعة من العقيق، كلف كذا 180,000 دينار أو أكثر. زين، طبعا هذا لون يجي يلبس له بعد الموت، يلبس له تابوت من العقيق بعد الموت، أو يلبس له دراعة تكلف بيت المال أثمان، هذا تمام محرم. الشرف محرم. كل المذاهب أو كل الاتجاهات الإسلامية تحرم الشرف، لكن أكو لا ولا توسع معقول. التوسع المعقول أن الإنسان يلبس له ثوب جيد، يأكل طعام طيب، يجلس في بيت محترم، هذا من صميم الشريعة. الله عز وجل ما حرم على الناس الخير، فالإمام قالهم إنما يراد من الإمام قسط وعدل. الله تبارك وتعالى عندما فرض علينا أن نتعبد بأحكامه، ما جعل علينا من أحكامه أن يحرمنا أو نعذب أنفسنا. أنا عندي ثروة وأبقى أتعذب، ما أقدر أستفيد بها، كشنو قيمة المالية؟ هنا أتخطر أكو رأي لأبي حنيفة، رأي بعض الفقهاء القانون يعتبره مهم. شنو هو الرأي؟ الرأي يقول إذا كبر واحد بلغ، يتيم وبلغ، صار عمره مثلا 18 سنة وعند البلوغ 18، زين، إذا صار عمره 18 خلاص ندفع له أمواله ولو سفيه. يقول ولو سفيه، يقولوا له ليش؟ يقول شنو الحق أنا أجي أحجر على أمواله؟ شاي ليش أسميها ثروة؟ هي مو ثروة، كان إذا إلى أموال لكن ما يتصرف بها، شو الفائدة؟ ها؟ هذا خلاص يعني أحجرت على إنسانيته. لا، من تمام الملكية أن أتركه يتصرف. الفقهاء الآخرين اللي عندهم وجهة نظر يقولوا له لا، هو تمام، هذا ملكه وحقه يتصرف به، لكن مو بس ملكه، هذا ملك المجتمع أيضا. شلون؟ لأن المجتمع له حق بالمالية، فهذا لا يتصرف تصرف يطغى على حق المجتمع. احنا نقيده من هالناحية، نحجر عليه إلى أن يصير عقله ناضج، يلا نطيه. فقصدي أنا لما الله مطيني ثروة، شنو الثروة؟ شو أستفيد بها إذا ما ألبس منها، وإذا ما أكل، وإذا ما أجلس بالبيت المحترم؟ إذن ما ميزة الثروة؟ فالإمام قالهم اتركوا هذا القول، إنما يراد من الإمام قسط وعدل. زين، انتقلت الآية الكريمة، هذول اللي كانوا يجون بملابس أو يمشون عرات أو يجي ملابس عادية، وجهتهم الآية أنه لا، البس ملابسك الطيبة، يستحب للإنسان أن يتجمل إذا دخل بين المسلمين إلى الصلاة، كن لابس ملابسه طيبة، يتطيب، يتعطر، جسم نظيف، يدخل على شكل يحب أن يراه الله عليه، أي وحدة. ثانيا، وكلوا واشربوا ولا تشرفوا. هاي شنو؟ هذول اللي قلت لك كانوا لما يجون إلى مكة، هو يطلب إلى مكة خلاص طلق الأكل اللذيذة، بعد خلاص أكل اللذيذة ما يأكل، يقول أنا أكل شيء خشن وقليل حتى بذلك أتقرب إلى الله. القرآن يقول له هذا تعذيب للنفس، مو تشيت. من قال لك أن هذا يقربك إلى الله؟ لا، أنت الأكل اللي يعطيك طاقة على العبادة واجب هذا عليك. الأكل أكو قسم من الأكل، الحد اللي يعطيك قدرة على العبادة واجب، زين، والزايد أكثر عليه مباح، ما بشيء الله، بس هالكثر
لا تشرف بالأكل. شلون يعني لا تشرف؟ يعني لا يصبح كل همك. أكو بعض الناس من الصبح لليل مشدود المعدة على طول، سنونه تشتغل من الفجر لليل. فيها شنو؟ هذا الإنسان هو مو المفروض هكذا. المفروض الإنسان يأكل ليعيش ولا يعيش ليأكل. كأن القرآن الكريم يقول لا تشرفوا. يعني فد يوم أحد أطباء ابن بخت يشوع، هذا مسيحي، وكان في بلاط الرشيد، طبيب مسيحي في بلاط الرشيد. الحقيقة العباسيين ومن قبلهم الأمويين توسعوا باستخدام المسيحيين، وما كانوا ترى يعرفون أن المسيحيين كانوا جواسيس عليهم. نبه لي شوية، يعني الوعي ما كان هكذا، يعني مع الأسف ظهرت الحقيقة بعدين الآن. وهي ما تقدر تلقاها بمؤلفاتنا، لا لا، اقرأ التاريخ السرياني اللي يحسن الاستفادة من الكتب السريانية اللي ترجمت. مضطر نشدها، هاي بس، هاي زين. الحقيقة الكتب اللي ترجمت من السريانية لو تطلع عليها تتصور انه يعني غريب. انا اليوم شفت رأي، اليوم بالذات شفت رأي ان المسيحيين مشتغلين شغل عنيف ضد المختار ابن ابي عبيد الثقفي، وذابين فلوس وتنظيم للقضاء عليه. عجيب. يعني كنا احنا نلمح ان حركة الطف لما صارت كانت بها اصابع سريان، اصابع نصاطرة من المسيحيين النصاطرة، عن طريق منه السرجون مستشار معاوية وغيره، اثنين ثلاثة من المسيحيين كانوا يتحكمون بالبلاط. والغريب هذا ابن بنكات من أكبر مؤرخيهم، مؤرخ الشريان، يقولون كان من أعظم أنصار البلاط الأموي، وبالذات من أعظم أنصار معاوية. زين، وإلهم يد غريبة في الأحداث، يعني متدخلين بشكل خفي جدا ناعم، كانت مؤامراتهم تمشي. وكثير من الأحداث اللي تلقاها عندنا في مؤلفاتنا إلها وجه آخر لما تطلع عليها. فذولا مع الأسف كان هذا في بلاطة موجودين، أكو عنده أطباء مسلمين، لكن ذولا كانوا في بلاط الرشيد ويعيبون على الإسلام. فاليوم رأسا هذا يواجه ابن بخت يشوع، يواجه الرشيد وجها لوجه، يقول له ليس في دينكم من العلم شيء، لأن العلم علم أديان وعلم أبدان، وأنتم ما عندكم من اثنين. انفعل من الرشيد، قال له لا، علم الأبدان القرآن الكريم يقول كلوا واشربوا، جمع القرآن الطب بنصف آية، قال كلوا واشربوا ولا تشرفوا، والنبي قال المعدة بيت الداء، زين، والحمية نصف الدواء، واعطي كل بدن ما عودته. يقولون عجامله، قال له إيه، ما ترك طبكم أو دينكم لجالونيس أو لجالينوس شيئا من الطب. على كل حال تلمح منها فد مجاملة باردة. الواقع مو هذا. الروايات اللي موجودة بالتطبيب عند الإسلام روايات متعددة، وكانوا المسلمين تجسيد فعلي، لكن مع الأسف غلبت عليهم الميراث الاجتماعي الجاهلي، خلاهم يتجهون اتجاه غير علمي. وإلا القرآن الكريم وضع الأسس، يعني احنا ما نتطلب من القرآن يجي يتدخل يراونا شلون نستعمل إبرة أو مثلا شلون نحضر الدواء، لا، نسمع قول النبي إذا مرضتم فتداووا، إن الله ما خلق داء إلا وجعل له دواء، خلاص طانا قاعدة وراح. الجزئيات يترك تطبيقها للمسلمين. على العموم كلوا واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين. فش الطانة؟ الطانة قاعدة لأن ندخل إلى بيوت العبادة ونحن على وقار، ونحن على خشوع، ونحن على هيئة نعرف أهمية البيت. الداخلين إلى بيت العبادة عندما ندخل إلى، يعني واعين إلى معناه، واعين إلى مضمونه، مو بس أطب طراد للحجر رأسا هذا بناء أن الغنيمة بس يحبه، هاي هي، لا، أنت قبل أن تحبه افتهم شنو ليش وضع الحجار،
راح يكون شهيد عليك يوم القيامة بما عندك من أعمال. أنت راح تودعه، تجعل أعمالك وديعة عنده. فد مضمون، يعني اخرج بمضمون، يعني طوف بالكعبة بمضمون. وكذلك باقي المشاهد المقدسة، يعني لما طب الآن احنا ندخل إلى المراقد، مراقد أهل البيت. من نطب إلى مراقد أهل البيت مو بس مدافع شوية على حبة الشباك، لا يا أخي، اطلع شوية بمضمون من الحسين. ها؟ لما تطب إلى قبره اطلع من قبره بمضمون، اوقف شوف هالدم هذا اللي شال هنا ليش شال، بأي سبب. ها؟ هالتضحية اللي صارت هنا ليش صارت هالتضحية، شنو دوافع التضحية كانت عند الحسين، افهمها. بنفس الوقت اذول اللي قتلوا الحسين ليش قتلوه، قتلوه بس هم قصدهم هو بس، يو ابعد من هذا، لان حامل رسالة مثلا. افهم ذني، وبس راح اطراد، بس ما عندك غير تمسك الشباك وتحبه وتطلع، لا لا، اوقف شوية على القابر. هل عاد يقول له واحد من الأدباء، يقول له دأبت أزورك في كل عام وألثم تربك يا ابن النبي ويا ابن علي ويا ابن البتول ويا ابن ذر المجد في يثرب أعفر خدي بعفر ثراك، أعفر خدي بعفر ثراك، وين؟ بحيث دماؤك لم تنضبي فأنت الصلابة والاعتداد. إذا افتقر الشعر للأصلبي، أنا واقف هنا أجد فيك ذلك الصوت المدوي اللي ملأت نبراته أرجاء الطف وهو ينادي، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. من بعد ما تستوعب هالمعاني يمكن بعد ذلك يغلب عليك جانب الشجاعة، يعني تقدر توقع على القبر تتصور المأساة، تغلب عليك دمعة. الحسين قتيل العبرة، تمام صحيح، العبرة قد تغلبك. مو يقول الإمام قتيل يرق له من يرى ولده عند رجليه، كأن الحسين راد يجسد هذا الجانب إلى هذا إلى جانب الجانب الآخر. أمر بالدفن، وين؟ أمر بأن يدفن رضيعه عند رجليه. مو يقول الإمام زين العابدين سمعت أبي يقول بني 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 علي بني علي والسد رضيعي إلى جنبي. فعلا عمل الإمام بهذه الوصية، الحسين أوصى قال عندما تدفن وشد هالرضيع خليه عند رجلي حتى أعرض هالمأساة بين يدي الله. ولهذا بنو أشد يقولون لما رجع الإمام السجاد إلى دفن أبيه نظرنا إليه خرج منحنيا من القبر، أقبل إلى ساحة المعركة انحنى على الأرض التقط رضيعا للحسين، أقبل بي أنزله إلى القبر عند رجلي أبي. وطلع بعد منحني أيضا يبحث على التراب لعل هناك شيء آخر، أكو بقايا، شنو البقايا؟ انحنى على الأرض حققنا النظر وإذا به يحمل إصبع الحسين. دور دور على مقطوع صبغه، والله عليك الجبهة رجع، أنا أعدائي ما خلانا ودعه
خذاني خذاني غصب والسبل دمع، تفرقت أعضاء الحسين، عضو من قلبه ولده الرضيع، عضو من يده أصبعه، بعد عضو آخر الرأس الشريف. رواية تقول أنه دفن في الشام، أخرى تقول بالنجف، ثالثة تقول بالمدينة، رابعة تقول أنه عاد إلى القبر مع الإمام السجاد. على العموم هاي الأعضاء الكريمة قطعت، لكن الأصح أن الإمام السجاد جمعها وراها بالقبر وجلس على القبر، وجلست معه عمته زينب. هنا يا النايم بلحده علي ما تدري الصار وجده، خويا عنيك خذوني هاي مدة، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما أعلمها، ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثا لا يجار مقامها؟ بالله هل دفنت؟ ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم، اللهم ارزقنا من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.